في إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك سوريا الدولي الإسلامي تجاه فئة الشباب، وقعت مذكرة تفاهم بين البنك والاتحاد الوطني لطلبة سوريا للتعاون في تنفيذ المشاريع الريادية. البنك الإسلامي تجربة رائدة بهذا المجال، وهن أكيد ما أحكي عنهم حريصين على دعم الشريحة المهمة في سوريا، هي شريحة الطلاب الجامعيين، وبالتالي هذه الشراكة رح تنعكس ببرامج عمل تترجم بعد الاتفاقية مباشرة، تخص تمكين الطلاب وريادة أعمال الطلاب وغيرها من البرامج اللي الطلاب عم تطلع على الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كطلاب كمنظمة طلابية عم تمثلهم بتنفيذها بأقرب وقت. بنك سوريا الدولي الإسلامي يحرص على أن يكون له دور دائم في دعم الموارد البشرية، على اعتبار أنها العمود الفقري لأي مشروع أو مؤسسة. توقيع الاتفاقية مهمة جدا، أولا على صعيدين، صعيد العملي أنه نحن اليوم نقدم خدماتنا لشريحة كبيرة من الطلاب، إن كان الخدمات المصرفية، زيادة الوعي المصرفي والمالي لدى الطلاب، اللي هنا نحن عم نهيئهم لحتى وقت يجوا على سوق العمل مو بس يكونوا موظفين، وده يكون هو رائد أعمال ولا كان موظف ولا كان أي شيء بالمجتمع، لازم يكون عنده وعي مصرفي مالي حتى يقدر يدير أموره المالية. الحقيقة انطلاق الأمر الثاني، نحن مؤمنين جدا أنه اليوم نحن بوضع طالعين من حرب، والحمد لله كنا وما زلنا ومستمرين في العطاء وفي بناء المجتمع، ولكن اللبنة الكبرى والقوية لهذا المجتمع الآن في وضعنا الحالي هو الشباب. يعكس توقيع مذكرة التفاهم توجه البنك لتوسيع آفاق المعرفة وتنشيط التبادل والتواصل مع اتحاد الطلبة، وبالتالي تفعيل التنسيق بين المؤسسات التعليمية وشركات قطاع الأعمال في سوريا بما يخدم مصلحة الطلبة.